عودي لمتابعة عالم الصباح، رح نكفي مع تانيا. بخلينا نحكي، رح نحكي نكفي فكرة الغضب في اتصالاتكم المباشرة. برجع بذكركم بانتظار اتصالاتكم لتعبروا لنا عن غضبكم وعن رأيكم باللي صار، وبالأخص من مناطق صيدا وطرابلس نحن بدنا نسمع صوتكم. تانيا بدك تكملي فكرة الغضب صحيح على السريع. خلينا نحكي. بخلينا نحكي طبعا. إذا مثل ما سبق وقلت جوزيف، أول شيء بدنا نتقبل صورة الغضب اللي عم تقطع براسنا، بس بعدها عم تقطع براسنا، لأن إذا بفلتها وبطلعها فيها تكون مخيفة. تاني مرحلة هي هيدي اللحظة اللي بفقد فيها أعصابي وبقول كلام بندم عليك، عم تقلي يا ما بقول إشياء بندم عليها. إذا بصمت، إذا بقدر سيطر وأصمت هالدقيقة أو هالكم ثانية، بقدر ساعتها أجمع أفكاري. تالت مرحلة هي أعرف شو حاجتي أنا، شو اللي هالقد قهرني. إذا أنا بجيب إلك أنت واحد واطم رت مأذي مدري شو، ما عندي إمكانية أبدا أنك تتعاون معي، كسرت لك الجسر وراك بدك تهجم علي. طيب. إذا بدي أنه غير الأمور، بدي عبر عن أنا شو حاجتي، بدل ما أقول أنت إنسان كذا كذا لأنك هيك، خليني أقول أنا غاضبة جدا منك، حاسة هلأ هيك 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 لأنه عن أنا بحاجة لهالشي وأنت ما عم تخليني أوصل له، أو أنت وقفت بدربي، أنا بحاجة للأمان ببلدي. بس إذا أنت غلطاني معي وأنا نزلت فيكي، أنت عملت هيك، أنت هيك، أنت هيك، أنت هيك، خلص. أنت ما رديت علي لأنك عارفة أني غلطانة. هيدي هي لحظة الصمت يلي بقولها إجمالا، فيك تبرم ظهرك وتمشي لما بتكون غاضب جدا. أنا أنت لما بتقلي هيك غاضبة جدا، بدي زيح عن غضبك لأنه ما بدي فوت بهيدا الغضب يلي أنا ممكن اندم عليه. استفل أنت، بس مش ضعف شخصية منك يعني. أكيد لا، أنا رح أرجع بمرحلة تانية ناقشك نقطة نقطة بيلي قلتن، بس بدي أخذ هاللحظة لحتى أنا أعمل كونكشن مع حالي، ارتبط، أرجع مع حالي وسيطر على هالمشاعر الـ 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 العنفية يلي عم بشعرها تجاهك، وارجع اتناقش معك عدم بارد إذا بدي غير الأمور. عدوا للعشرة، هيدا لكم إياه. طيب خلينا نشوف الريبورتاج عن عائلة عاشت أحداث صيدا. خلينا نشوف بشو قطعوا ونشوف إنه كلنا عرضة إنه نقطع للي قطعوا فيه. بنشوف الريبورتاج. أهلاني. أهلا وسهلا، تفضل. يا هلا، تفضل. كيف الوضع هلا؟ كيف الوضع هلا؟ أحسن كتير يعني، حاسين إنه في أمان أكتر، بس إن شاء الله عم يقولوا بعد في بعد شيء أو شيء، إن شاء الله بتنحل كل القصص وبيكمل الأمن والأمان. صارت شيء تنتقل إلا تقريبا العلاقة، بعد شوي حسينا كتير اشتد القصف إنه هاي المرة كتير قوية، فعرفنا إنه جيراننا تحت إلا منتونس إحنا وياه على الطابق التاني، فكنا مثل هيدا الكوريدور، كنا شي سبع عيال، في ولاد وفي أطفال، مثلا أنا وجوزي وابني، عندي ابني الثاني بألمانيا، لأول مرة بنبسط لما صار في علاقة إنه ابني سافر، يعني تخيل الأم تنبسط إنه ابنها سافر صار بأمان ببرا للأسف. نزلنا عند الجيران ساعة تنتان إلا تنتان وشوي، نزلنا عند الجيران وبقينا لحد الساعة 9:30 الصبح مبارح، بس طبعا هيدا الوقت كان كله رعب، كان الأطفال فزعانة، كان يعني بتعرف مش عارفين شو عم بصير بالبنايات اللي عم تحترق، وحتى أصوات الجيش يعني الجرحى كنا عم نسمعهم تحت الجريح عم يصرخ يا الله، وعم نشوف فيه خسائر وشهداء. شفنا بالليل شقق عم تحترق، شفنا بنايات مثل ما هي عم تحترق، شفنا جيش كيف عم يصير فيه خسائر عنده، عم يصير فيه جرحى عنده، منظر كتير بالنسبة لنا كان كتير مؤلم. منطقة تنوع يقصدها منطقة حياة،
شهدت شغلات غريبة عليها. بنتمنى أن تكون هذه خاتمة الأحزان، أنه الدولة هي اللي تكون الوحيدة اللي موجودة هون، جيش لبناني هو الوحيد اللي موجود هون بصفته، هو اللي بيعطي هالاطمئنان وهالراحة للناس. هذا الريبورتاج هو تحية لكل أهالي صيدا اللي عاشوا هالمرحلة الصعبة، ولكل اللي انزربوا ببيوتهم، والله يفتحها بوجهكم. ناخذ اتصال من عكار. سناء من عكار، صباح الخير. الو الو، صباح الخير سناء. الو الو، صباح الخير. صباح الخير سناء. صباح النور سناء. بدي عايزك توطي شوي صوت التي في عندك وتسمعينا. واحلى تحيه للجيش اللبناني، قياده وافراد وعناصر وجنود وضباط، وتحيه كبيره لقائد الجيش، للعماد رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان. انا من عوائل شهداء نهر البارد، الي اخ استشهد هونيك، وكل الجيش اخواتي من راي ابو غزاله لصبح العقوري لاخر شهيد بعكار وبلبنان، جنوبه لشماله شهداء صيدا اخواتنا واولادنا، ورحمة الله عليهم وعلى دمائهم الزكية. وبتوجه لكم تحية اجلال واكبار اقاد الجيش العماد جون اهوجي. عندك نقص عديد يا جون اهوجي يا حضرة القائد بالجيش، اطلاب الجيش، ونحن لبيين، نحن اهل الجيش، نحن خزان الدولة. والله يحمي الشيخ سعد الحريري والمؤسسة تبع سعد الحريري والست بهية، ورحمة الله على شهداء لبنان كلهم، الله يخليكم بهالهمة. وكلنا صد دم نزفت من شهيد، هيدا ابننا، هيدا خينا، ونعز ودم نحن موجودين، نعز دروعة نحن دروعتهم. ما بنسمح لأي إنسان يرفع ايده على الجيش. شكرا سناء لمشاركتك، وشكرا لتعبيرك الصادق. أكيد حضرتك عم بتقولي أنك عندك شهيد كمان بالجيش اللبناني، فشكرا لهالمشاركة. جوزيف، أنا عم بحضر الروبورتاج، هيك طلع لي مفاجأة لقلي بلا ما أكون عارف، لأ مش عارفة مع مين تصور الروبورتاج، وإذا مصور مع عائلة هني أصحابي. رجعت حسيت مرقت بهالشعور الخوف، ومرقت بهالشعور الغضب، انه ناس انا بعرفهم شخصيا كانوا تحت هالقصف. انا ما كنت عارفة انه هالزميلي وزوجته هالقد قراب، فبنرجع بنقطع بهيدا الشعور، وشو بشع هالشعور، وشو منيح انه نجيو كمان، بنبسط انه نجيو. ما بعرف اذا معنا اتصال تاني نحكي حدا، يعني بانتظار اتصال الثاني. هيدا الغضب يلي منشعر فيه، برجع بكرر كتير مهم نحكي، نعرف نعبر عنه، ما نخليه يستعملنا. فيي ضل أو لوم الغير بغضبي، لومك هيدا خيار منعمله. فيي لوم نفسي، ما سمعنا كتير لبنانيين بهالكم يوم اللي قطعوا، وهالموجات اللي مش بس يعني الأسير أصلاً الشعب اللي صار لازم مع الأسير لازم يلوم نفسه، يعني هو موجة، بعد بكرة بيجينا غير موجات رح نقطع فيها للأسف. فهل بتقول إنه الحق علينا، ونحن ما حق علينا كشعب، وحق علينا مع عنا دولة، وحق علينا وحق علينا. إذا ملامة الزيت فيي لوم ذاتي، ملامة الغير فيي لوم غيري، وفيي أعمل خيار جديد هو انه بعد ما اقطع بهول الملامه، لانه هول شيء بشري وانساني، ونحن شرقيين دمنا حامي، فينا نعمل لينك على مشاعرنا ونجرب ننتقل من هونيك. يعني انا دائما بقول لازم نعبر كمان عن غضبنا. انا شخصيا بقول اذا ما عبرنا، هيدا اللي عم حاول اقوله، اذا ما عبرنا عن غضبنا وكبتناهم جوا، بنوصل لمرحله بنعبر بطريقه كثير اجريسيف اكثر من اللازم. ثانكيو لك تانيا. في عندنا بريك قصير، وبعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم مع صحه السلامه. رح نحكي عن التبرع بالدم، ومين لازم يتبرع بالدم، وهل كلنا فينا نتبرع بالدم. بريك ونرجع.